بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله طالبة الصف الثاني متوسط في درس جديد وهو الرسم الإملائي من الوحدة الأولى التقنيات. رسم الهمزة المتوسطة على ياء والمفردة على السطر. هنا لدينا في التهيئة، من المهم في درسنا هذا أن نعرف أن أقوى الحركات الكسرة، تليها الضمة ثم الفتحة ثم السكون. هنا الكسرة يناسب تكتب الهمزة على ياء، بينما الضمة تكتب الهمزة على واو، بينما الفتحة تكتب على ألف والسكون تكتب على السطر. هنا اقرأ الآتي وتم الكلمات الملونة. انسخ الكلمات الملونة، اقرأ النص قراءة صامتة وانسخ الكلمات. الكلمات الملونة هي أوائل، وظائف، كفاءة، المؤلمة، الرئة، مأمونة. ممتاز. هنا أجيب عن المطلوب وفق الجدول. أوائل حركة الهمزة الكسرة، حركة الحرف الذي قبلها السكون، حركة الأقوال الكسرة، رسمت على ياء. وظائف حركة الهمزة الكسرة، حرف قبلها السكون، حركة الأقوال الكسرة، ثم رسمت على ياء صورة غير منقوطة. المؤلمة السكون، حركة الهمزة، ثم الحرف الذي قبلها هي الضمة، ثم حركة الأقوى، ممتاز، هي الضمة أيضا، ثم تليها، ثم كيف رسمت؟ رسمت على الواو. هنا في كفاءة، حركة الهمزة هي ماذا يا صغيرتي؟ حركة الهمزة هنا، ممتاز، حركة الفتحة، ثم حركة الحرف الذي قبلها هي السكون، ثم حركة الأقوى الفتحة، ثم الحرف الذي رسمت عليه السطر. الرئة، حركة الهمزة الفتحة، حركة الحرف الذي قبلها الكسرة، رسمت على الحرف الأقوى الكسرة، رسمت على ياء. مأمونة، حركة الهمزة السكون، حركة الحرف الذي قبل الفتحة، حركة الأقوى الفتحة، ورسمت على الألف. هنا اقرأ الجمل الآتية ثم انسخ الكلمات الملونة. هنا الكلمات الملونة هي يبتدئون، مبادئ، الرئة، وطرائق، وسأل، وزئبق، ومشية. مبادئ، حركة الهمزة الكسرة، حركة ما قبلها الكسرة، الأقوى طبعا هي نفسها الكسرة، لذا سبها الياء. يبتدئون، الضمة، ثم حركة ما قبلها الكسرة، حركة الأقوى الكسرة، رسمت صورة ياء غير منقوطة. الرئة الفتحة، ثم الكسرة، ثم الكسرة، ثم بصورة ياء غير منقوطة. بينما طرائق، الكسرة، السكون، الكسرة، صورة ياء غير منقوطة. سئل، حركة الهمزة الكسرة، حركة ما قبلها الضمة، حركة الأقوى الكسرة، على صورة ياء غير منقوطة. زئبق، حركة الهمزة السكون، حركة ما قبلها الكسرة، الأقوى الكسرة، رسمت على صورة ياء غير منقوطة. مشيئة، حركة الهمزة الفتحة، حركة ما قبلها الكسرة، حركة الأقوى الكسرة، رسمت على صورة ياء غير منقوطة. ألون الحالات الهمزة على ياء، مكسورة بعد فتح، مكسورة بعد ضم، مفتوحة بعد سكون، مفتوحة بعد كسر، مضمومة بعد سكون، مكسورة بعد كسر. ممتاز. هنا أطبق، أضع مكان الكلمة الملونة كلمة مرادفة في المعنى بأشعتها المرادف لها بضوئها. أدوات، المرادف لها وسائل. الجدار، المرادف لها حائط. بارك الله فيك. طيب، هنا أنسخ الكلمتين الملونتين في الفراغ، القراءة ويسوغة. كيف كتبت؟ على السطر. وحلل إملائيا كلمة يسوء على غرار المثال المعطى. هنا يسوء، حركة الهمزة الفتحة، الحرف الذي قبلها حرف مد بالواو، إذن كتبت على السطر. طيب، ضد يتشائم، ضدها يتفاءل، ممتاز. مثنى أحذية، حذاءان. جمع عباءة، عباءات. مفرد مروءات، مروءة، ممتاز. هنا لديك إملاء. طيب، اكتب جمع كل كلمة. مسألة، مسائل. فائدة، فوائد. سؤال، أسئلة. فؤاد، أفئدة. طيب، أحول فعل إلى اسم. القصيدة مبدوءة بالمدح، ممتاز. ملأ، الكاس مملوء بالماء، ممتاز. خبى، الكنز مخبوء في الصندوق. طيب، الدرسنا الذي يليه هو الرسم الكتابي. رسم حرفي النون والياء منفردين ومتصلين. هنا نشاط تمهيدي، اكتبي العبارة بخط الرقعة. من محاسن التقنية في العصر الحديث أنها وسيلة للتعلم عن بعد. طيب، هنا لديك كلمات إحسان، القاضي، يقين، عندي، مؤمن، تقي. الحرف الذي خطبت به الكلمات المجموعة الأولى هو ماذا؟ النون.
بينما الحرف اللي تخرج به في الكلمة المجموعة الثانية الياء. طيب الحرف المشترك بين الكلمات نفق وبنت وأتقن النون، بينما الحرف المشترك بين نبي ويد وبين الياء. ممتاز، بارك الله فيك يا جميلة. وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم. ألقاك بإذن الله في درس قادم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.